الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضر. كتاب جلالة الإمام في فضل الصلاة والسلام على خير الإمام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فصل في ما أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها. قال نفاة الوجوب الدليل على قولنا من وجوب. أحدها أن من المعلوم أن من المعلوم الذي لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ابن القيم الآن رحمه الله يسوق كلام الذين أتكلم عن كلام الذين أوجبوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وهو ينصر هذا القول، ثم الآن يتكلم عن الذين نفوا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ذكره. وأول شيء يقوله قال إن السلف الصالح لم يوجبوا ذلك عند ذكره. نعم. لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه، وهذا في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر، فإنهم كانوا يقولون يا رسول الله مقصرين على ذلك، وربما كانوا مقصرين على ذلك، يعني يقتصرون على ذلك. عرفنا الصلاة السلام عليك، وكان فيقول السلام عليك يا رسول الله، أو يقول يا رسول الله ويسأله المسألة أي الأعمال أفضل، أي الإسلام أفضل، أي الإيمان أفضل، فما كانوا يقرنون صلاة باسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. ربما كان يقول أحدهم صلى الله عليك، وهذا في الأحاديث ظاهر من كثير، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها. الثاني، نعم، هذا قول أول يقولون، هو النبي كان يقول لهم كده، فلو كان بهذا القول فيه وجوب لذكر الصلاة عليه ويأثمون بذلك لأنكر النبي عليهم ذلك. هذا القول الأول. قول الثاني سيتعقب الإمام ويرد. نعم. أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات. أيوه نعم، على اعتبار أنها عبادة متكررة، فلو كان ذلك لأتى فيها حديث ونص صريح في وجوب ذلك. نعم. ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة. الثالث، أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول. يعني يقول لم يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين، وهي الثلاث القرون المفضلة، أن أحدا قال بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند أو كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف أن أحدا منهم قال به، وأكثر ولم يعرف أن أحدا منهم قال به، وأكثر الفقهاء بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة، وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ. الآن سنرجع لقول قديم، وهي مسألة الصلاة على النبي في الصلاة، هل هي واجبة أو مستحبة أو أنها ركن؟ وقلنا أن الشافعية يقولون بذلك ولو عند أحمد. نعم. وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق. نعم. كما تقدم، فكيف تجب خارج الصلاة؟ نعم. الرابع، أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب عليه على المؤذن أن يقول لوجب على المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لا يشرع له في الأذان فضلا أن يجب عليه. وهذه يعني على هذا القول مهمة جدا لبعض الناس الذين يزيدون في الأذان ما ليس منه، سواء كان من الرافضة الذين يقولون علي ولي الله إلى غير ذلك، أو الصلاة على خير العمل، أو غيرهم في بعض بلاد المسلمين، لما يأتون بتوشيحات كاملة يقرنونها بالأذان. نعم. لو اتبعنا احنا
عندنا قلنا اللهم صل وسلم. يعني احنا قلنا عند ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تقول انا اشهد ان محمد رسول الله رضيت بالله ربا والاسلام. هذا اللي وارد. هذا اللي ورد فقط. الصلاه جايتك بعدين لما تغلق الاذان، بعد ما تم الاذان ثم صلوا علي. الخامس انه كان يجب على من سمع النداء واجابه ان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقد امر صلى الله عليه وسلم السامع ان يقول كما يقول المؤذن. وهذا يدل على ان جواز اقتصاره على قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فان هذا هو مثل ما قال المؤذن السادس ان التشهد الاول ينتهي عند قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتفاقا. واختلف هل يشرع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله فيه على ثلاثه اقوال. احدهما لا يشرع ذلك الا في الاخير، والثاني يشرع، والثالث يشرع الصلاه عليه خاصه دون اله. ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. السابع أن المسلم إذا دخل بالإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتاج أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن حسبك هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.